السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم عنوان الحادقة. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم باش نوجدوا جوج ديال الشهيوات كيجيو رائعين. اول حاجة ميني باغيت اللي معمرين تيجيو قطنيين ولذاذين بزاف، وايضا تحلية غادي تكون عبارة على جوج ديال الطبقات، طبقة ديال الكيكة وطبقة ديال الكريمة. طبقة ديال الكيكة بدون بيض بدون ياغورت وبدون حليب، والطبقة ديال الكريمة لذيذة بزاف. غادي نبداو اول حاجة بالكيكة. غادي نحتاجو واحد القبيسة ديال الملحة مع واحد الساشية ديال السكر بنكهة الفانيلا. غادي نحتاجو ايضا كأس غير مملوء ديال السكر حبيبات، وكأس لاروب ديال الزيت النباتية. هاد الكيكة البنات كتجي لذيذة بزاف. عندي هنا البنات الماء اللي يكون طيب، يعني ماء مغلي، كأس ديال العنبة ديال الماء يكون طيب. غادي نضيف عليهم واحد المعلقه مملوءه جيدا ديال الكاكاو او الشكلاط غبره، وغادي نمزج هاد المكونات هادو مزيان، ومباشره غادي نبدا كنضيف الدقيق. غادي نحتاجو جوج كيسان ديال العنبه مملوءين جيدا من الدقيق الابيض او دقيق الفورس اللي غادي نغربلوهم. هاد الكيكه هادي البنات كتجي قطنيه وكتجي حسن بزاف من الكيكه اللي تنديروها بالبيض، وما كنحتاجو لا خلاط كهربائي ولا طراب ولا حتى شي حاجه. غادي نضيف هنايا لواحد جوج ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوه، كل وحده الوزن ديالها 8 غرام، يعني المجموع هو 16 غرام. غادي نمزجو البنات هاد المكونات هادو مزيان حتى نحصلو على واحد الخليط ديال الكيكه اللي يكون ثقيل، ما يكونش مرخوف بزاف، وفي نفس الوقت راه ما غاديش يكون البنات ثقيل بزاف، يعني خليط ديال الكيكه اللي عادي. غادي تشوفوا القوام ديالو كيفاش داير، شوفوا البنات الشكل ديالو كيفاش داير. وبقى ليا اخر مكون اللي غادي نضيفوه حتى الاخر هو الخل. تقريبا غادي نحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال الخل. انا غير درت، يعني درت غير عيني ميزاني، ما عبرتش بالمعلقه. اي نوع ديال الخل كان عندكم استعملوه، و الا ما كانش عندكم الخل استعملوا واحد نص حامضه، يعني عصير ديال نص حامضه. صافي البنات، غادي ناخذ المول ديال الزاج او اي مول كان متوفر عندكم بغيتو تحضروا فيها التحليه هذه. دهنتو بالقليل من الزيت ورشيتو بالدقيق، وغادي نكب فيه هذا الخليط ديال هذه الكيكه هذه. غادي نخليه مده ديال 10 دقائق عاد باش غادي ندخلو الفران، يعني غادي نخليه يختمر، والفران غادي نشعلو على درجه حراره اللي تكون هادئه ونخليه يطيب. غادي نمر باش نوجدو الطبقه ديال الكريمه. خديت نص لتر ديال الحليب، يعني 500 مليلتر ديال الحليب، ضفت لي جوج معالق كبار ديال السكر حبيبات مع معلقه كبيره ديال الكاكاو او لا الشكلاط غبره، مع معلقه كبيره ايضا ديال الدقيق الفورس. غادي نمزجهم مزيان وغادي نديرهم على النار مع الاستمرار في التحريك، ما تزقوش عليهم نهائيا من التحريك حتى تعقد لكم الكريمه ديالكم. وهذا هو الشكل ديال الكريمه ديالي البنات، بعد ما خليتها حتى بدات كتغلي واحد المده ديال جوج حتى 3 دقائق وهي كتغلي، عاد حيتها من فوق من النار وما تزقوش عليها كيف قلت لكم نهائيا من التحريك. هنايا البنات ما حد باقا سخونه، ضفت ليها 12 قطعه ديال الشكلاط، وغادي نحاول انني نحركهم حتى يذوبوا. هذا هو الشكل ديالها، شوفوا البنات كيفاش كتكون. صافي البنات، خديت هنايا ديك الكيكه ديالي بعد ما خرجتها من الفران وتقبتها مزيان بواحد الكيغدون، ومباشره غادي نخوي فيها اولا غادي نخوي فوق منها هذيك الكريمه اللي وجدناها. شوفوا البنات القوام ديال هذيك الكريمه كيفاش كتجي، يعني تحليه كتجي رائعه بزاف. تقدروا ديروها، يعني تقدروا عوض ما ديروها كف مول اللي يكون كبير، ديروها في كويسات صغار اولا في زليفات صغار ديال الفلون اللي يقدروا يتحملوا انهم يطيبوا لكم هذيك الكيكه في الفرن. غادي نقاد ليها البنات الوجه ديالها، وغادي نحطها نخليها حتى تبرد مزيان، وعاد باش غادي نرجعو باش نكملو التزيين ديالها. هنا البنات الكريمه ديالي خليتها حتى بردات مزيان، شوفوا الشكل ديالها، يعني ما تتكونش واحد الكريمه اللي قاصحه، بالعكس تتبقى النار طيبه. وهنايا خديت شويه ديال الزبيب مع شويه ديال اللوز اللي مهرمش، وهما باش غادي نزينو، التزيين تيبقى اختياري. غادي نوضعهم على السطح ديال هذيك الكريمه بالطريقه هذه، تجي لذيذة البنات بزاف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها لانها كتستحق تجربة.
وعندي هنا واحد الكريمه، او لا عفوا عندي هنا صلصه ديال الشوكولاته. بالنسبه لهاد الصلصه البنات ما تسجلاتش ليا الفيديو ديالها، خديت كاس لاروب ديال الحليب، زدت عليه معلقه ديال الكاكاو مع 3 ديال المعالق ديال السكر حبيبات، وحطيتهم فوق من النار وخليتهم كيغليو مزيان. غلاو تقريبا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق وهما كيغليو حتى كيبان لنا داك الصلصه اختارت ولات بحال معسله صافي. وتنطفي عليها وتنخلع حتى تبرد شويه، وكنديرها فوق من الكيكه ديالي. راكم شفتوا الشكل ديالها، كتجي لذيذه وعاقده، وكتجي ايضا عاطيه داك اللون ذهبي، يعني كتجي كتبري، كتجي غزاله. غادي نحتفظوا بها البنات جانبا، وغادي نمروا باش نوجدوا هذوك الميني باغيت. غادي نحتاج العجين 3 ديال الكؤوس ديال دقيق الفورس اولا الدقيق الابيض اللي يكونوا مغربلين من قبل، وغادي نضيف لهم واحد 4 كاس ديال الزيت نباتيه، وغادي نحاول انني نخدم هذاك الدقيق مع الزيت حتى يولي داك الدقيق كيتلقم. هذه الطريقه هذه كتجيب هذيك العجين هشيشه ومرمله، يعني كتجي غزاله بزاف، ونقدروا نخدموا بها بزاف ديال الاشكال ديال المملحات من غير هذوك الميني باغيت. غادي تشوفوا معايا الشكل اللي غادي تحصلوا عليه، كيفاش غيولي عندكم هذاك الدقيق، يعني كيفاش غادي يولي ملقم. شوفوا البنات، يعني كتوليو كتجمعوه بيديكم وكيتجمع صافي. مباشره غادي نبدا نضيف باقي المكونات. غادي نحتاجوا القليل من الملح، تقريبا واحد المعلقه صغيره ونص ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر حبيبات. وغادي نجمع العجين ديالي بالماء اللي يكون دافي، حتى جيت تقريبا واحد الكاس ديال العنبه نقص منه شي تقريبا 2 ديال المعالق كبار هما اللي بقاو ليا. غادي نجمعوا العجين البنات، وما غاديش ندلكوها نهائيا، يعني هاد العجين هذه ما كتدلكش باش تبقى لكم مرمله، وفي نفس الوقت ما تتاخدش وقت طويل باش انها تختمر. فقط ما بين ما نوجدوا الحشوه ديالنا ونخليوها تبرد باش نخدموا بها، كتكون العجين ديالنا واجده صافي. غندير لها شويه ديال الزيت النباتيه، شوفوا القوام ديالها كيفاش دايره البنات. غندير لها شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحتفظ بها في بلاستيك غذائي، وغادي نخليها تختمر حتى يتضاعف لنا الحجم ديالها، وغادي نرجعوا باش نبداو تنخدموا بها. وريتكم البنات شحال ديال الماء بقى ليا من هذاك الكاس ديال العنبه، تقريبا 2 ديال المعالق كبار ديال الماء هما اللي بقاو ليا من كاس ديال العنبه باش جمعت العجين ديالي. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج شويه ديال الكفته، اللحم المفروم تقريبا واحد 250 غرام مع بصله مشلضه رقيقه. غادي نحتاج شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم باش يعطينا اللون لهذيك الحشوه ديالنا، ومعلقه ديال الملحه، معلقه صغيره في جميع القياسات خديتهم معلقه صغيره، زدت هنايا شويه ديال الخرقوم باش يعطي اللون مزيان لهذيك الحشوه. ضفت شويه ديال الربيع، شويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس عندي هنايا مجمدين، وشويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نحط الحشوه ديالي نخليها تقلى وتطيب مزيان. شوفوا الشكل ديالها البنات، يعني نخليوها حتى تنشف من الماء وتبقى تتقلى في هذيك الزويته. العجين ديالي بعد ما تضاعف الحجم ديالها خليتها تقريبا مده ديال 20 دقيقه اللي خدات ليا فقط، يعني صايبت الحشوه وحطيتها كتبرد ورجعت العجين ديالي لقيتها واجده، يعني ما تتاخذش وقت طويل. حطيت العجين ديالي البنات على سطح العمال وفرغت ليها الهواء اللي فيها، ومن بعد قسمتها. غادي نقسموا العجين ديالنا على 6 ديال القطع. غادي نحتاجوا لواحد شويه ديال دقيق الفورس باش غادي يعاوننا باش ما تبقاش العجين تتلصق لنا في يدينا. غادي نقرص البنات هذيك العجين او لهذوك القطع ديال العجين، غادي نقرصهم وغادي نشكلهم على شكل كرات، وغادي نحتفظ بهم حدايا. غادي نستمر البنات حتى نسالي دوك القطع كاملين ديال العجين اللي عندي. بعد ما ساليت البنات هنايا الحشوه ديالي ايضا بردات، وغادي نبدا كنشكلهم على شكل باغيت. الحشوه ديالي ايضا البنات قسمتها على 6 ديال القطع، يعني العجين قسمته على 6 والحشوه ايضا قسمتها على 6، وخليت الحشوه ديالي البنات حتى بردات، يعني ضروري تخليوها حتى تبرد باش ما تقطعش لكم العجين. غادي ناخذ الحشوه وغادي نبدا كنوضعها وسط من العجين حتى هي بشكل طولي كيف ما شفتوا، يعني الفيديو موضح الطريقه جيدا. وغادي نجمع العجين ديالي وغادي نقطع عليها دوك الجناب، يعني داك العجين الزائد اللي كاين في الجناب. غادي نحاول انني نقرصها باش تجمع ليا العجينه وتلاصق ليا مع بعضياتها، وهذا هو الشكل اللي غادي تحصلوا عليه.
غادي ناخد اللاطه اللي غادي تدخل الفران او الصينيه ديال الفران اللي فرشت ليها ورق الطهي، وغادي نبدا كنوضع فيها هذوك الميني باغيت ديالي. غادي نستمر اللي بغى الا بغيتوا البنات انكم تخدموا بالدلاك في هذه المرحله هذه، تبسطوا العجين ديالكم بالدلاك فبسطوها بالدلاك، العجين تتكون طريه فما محتاجاش نهائيا انكم تخدموها بالدلاك، فقط بيديكم. سرحت العجين ديالي البنات بشكل اللي يكون طويل، ودرت الحشوه ايضا بشكل اللي يكون طويل، وغادي نبدا كنجمع العجين وكنقرصها باش تلاصق ليا. يعني طريقه سهله وكيجيو في المنظر ديالهم زويونين، يعني تحطوهم هكا في الطبلة ديال الفطور كيجيو زويونين بزاف في الفطور ايضا في السحور. وصفات رمضانية اللي ساهلين وبساطين، يعني كيوجدو دغيا. غادي نستمر حتى نسالي الكمية اللي عندي البنات كاملة. كنحاول انني نعاود معاكم وحدة اخرى باش تشوفوا الطريقة جيدا. كنسرحوا العجين وتنوضعوا الحشوه اللي بشكل اللي يكون طولي، ومن بعد كنجمعوا العجين ديالنا. نحاولوا ان هذيك الحشوه ما نوصلوهاش للجناب ديال العجين باش فاش نبغيو نقرصوها تلاصق مع بعضياتها. الا كانت الحشوه واصله للجناب ما غاديش تلصق لنا هذيك العجين. صافي تناخدها وتنديرها في اللاطه وتنبعدوهم البنات لانهم باقين غادي يتنفخوا، وبالتالي خليو واحد شويه ديال يعني المساحه بيناتهم. غادي ناخد واحد الموس اللي يكون ماضي وغادي نبدا تنقطعهم بهذه الطريقه. نوصلوا البنات للحشوه لداخل باش يتحلوا لنا فاش يطيبوا ويخمروا، يتحلوا ويعطيو هذاك المنظر الزوين ديالهم. خديت البنات واحد الصفر ديال البيضه، زدت عليه شويه ديال الخل، يعني قطرات ديال الخل مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان باش يعطيونا اللون غامق. وغادي ندهن هذوك الميني باغيت ديالي، ندهنهم مزيان. غادي نسالي البنات الكميه اللي عندي كامله غادي ندهنها، ومباشره غادي نمروا باش نزينوهم. انا زينتهم فقط ببذور الخشخاش، وتقدروا تزينوهم باش ما بغيتوا، يعني تقدروا ديروا لهم شويه ديال الزنجلان او لا الحبه السوداء، التزيين تيبقى اختياري. ومباشرة غادي ندخلهم للفران، غادي نشعل عليهم فقط من التحت، غنخليهم حتى يطيبوا ويتنفخوا، عاد واش غادي نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا. وبعد ما خرجتهم من الفران هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين البنات، كيجيو قطنيين وهشاشين، والحشوه كتجي لذيذه بزاف، يعني كيستحقوا التجربه. هادو اقتراحات للطبلات ديال الفطور ديال رمضان، سهلين وبساطين كيوجدوا دغيا، والنتيجه رائعه، يعني كيجيو لذادين بزاف. وايضا التحليه كتجي حتى هي رائعه ولذيذه بزاف، والمكونات ديالها ساهلين وبساط. طبقه ديال الكيكه بدون بيض بدون حليب بدون ياغورت عفوا، المكونات ديالها ساهلين بزاف، كتجي هشيشه وقطنيه. طبقه ديال الكريمه اللي كتجي رطبه وايضا كريميه. والطبقه الاخيره ديال صلصه الشوكولاته مع هذوك الفواكه الجافه، وتقدروا تزينوها بالطريقه اللي بغيتوا. فعلا هاد الجوج ديال الاطباق كيستحقوا التجربه، فجربوهم غادي يحمروا لكم وجهكم مع العائله والاصدقاء ديالكم. والا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناه عنوان الحادقه فما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وايضا لايك الفيديو وخليوا لي تعليق. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.